بصبح بيكم انتوا دراير لراجل واحد يا رب. ده شارع يا اخويا هتنساك من لغلوغ ودراير؟ لغلوغ؟ اللغلوغ ب 20 جنيه باب اللي هو يا حبيبتي. راحه بطوط شايلنا نقله شايلنا نقله واسبع على الدكان شوف الشغل ربنا يخليك تجيب ما شاء الله اسبع اتفضل الهي متعب لك نهار فرحك يا سجاب افرح لواحده بطوط امال عايز تفرح مع مين مع العوازل عوازل ده اللي هخد العوازل يا فلفله ما قال لي قلت وجاني ورحت له يا عواد الفلفل ايه هنرجع في كلامنا بطوط خدمتك يا سجابر بس انت شد حيلك اللي لادي بعون الله اشد حيلي واشد رجلي لغايه الورشه واكلم نص حالفي ربنا معاك يلا يا اخويا شيلي بقول ايه؟ لا وصلنا لغايه جوه لا يا اخويا كفايه لحد كده قال لها عملت ايه في محضر الحجز بتاع الصبح هو انت عرفت؟ الواد ذوقه اتقل المعلم سلطان كتر الف خيره دفع ال 100 جنيه للراجل يلا يا اخويا شايلني بقى بالاذن يا سجاد امال اقول لك ايه يا زقلط بيه لا انا اسمي اللوسطه زقلط وما كانش عاجب يصلحي بوابين كبار يالا مالك في ايه اصل يا اسطى الست ام فله بتقول يا واد زقلط طب حقك عليا يا اسطى زقلط معلش يا ست ام فله خير في حاجه اصل البابور ده عدته مسدوده وبيحب الحلل وانا اخويا مستعجله عليه والنبي عينيا نص ساعه وهيبقى اخر قليص تسلم عيونك يا امير يا سكره تعيش يا اسطى ايه يالا بقى كلمتين زي دول في ورا دمك يا اسطى بيني وبينك يا اسطى انا لازم اعمل كده ليه بينك وبينها طار قديم انا لازم احفظ زيتي من دلوقتي اشمعنى بيني وبينك يا اسطى البت فله بتلمحني وبعدين الهوا ماشي بيني وبينها على الخط الله يعني انت ناوي تخطب فله يا ريت يا اسطى بس ازاي امها دلوقتي بتقول يا واد وانا يمكن في يوم من الايام اكون جوز بنتها جوز بنتها الله يجازي اشتغل طب يلا خلص بابور حماتك انا سخنت لك العده حطها على الكباس ونضفها كويس ماشي افتح فل عوافي يابا يعافيك يا بطل خير ان شاء الله الراجل صاحب البيت الله يسامحه عمل علينا حجز بست شهور متاخرين وقال ايه يا الدفع يا الحجز وعملت ايه يا بنتي المعلم سلطان كتر الف خيره دفع ال 100 جنيه على داير مليم وقال لي امشي انت يا بطه وحسابي مع ابوكي كتر خيره يا بنتي على فكره يابا لو كنت عايز تتغدى الغدا جاهز لو كنت عايز تاخد حمام الزير مليان ولو عايز تغير هدومك كل الغسيل زي الفل ما تحرمش منك يا بطل طب يابا استأذن انا بقى عشان متأخر يسعدك يا بنتي سلام عليكم صباح الخير يا بنات بطل سيدة فندي سأل عليك النهارده يجي خمس مرات ليه خمس مرات ايه ده يجي 10 مرات ده العفاريت بتترطب في وشه ومتزربل على الاخر وعمال يزعق ويقول ايه هي وكلام من غير بواب هو ولد وصاحبه مات يلا يا اختي روحي
شوفي هيعمل فيكي ايه، تلاقي وعدك. كل ده عشان تلت ساعه اتاخرت فيها؟ طب تعالوا بقى شوفوا انا هعمل فيه ايه. اسمعوني واسمعوه. تعال. طب يا اختي ورينا. صباح الخير يا بنات. صباح الخير. جرايه يا بطل، احنا في وكاله من غير بواب، مولد وصاحبه غايب. اسمعي بقى لما اقول لك. انت بقول لك هو انا يعني عشان اتاخرت تلت ساعه وتقوم الدنيا وتقعدها؟ هو انا يعني اتاخرت بخاطري؟ وبعدين ما انت عندك ورقه وقلم، اكتب فيها اللي انت عاوزه واخصم اللي انت عاوزه. بقول لك ايه، هطول لسانك عليا، هطول لسان اهلي، واديني بشتغل اهو. شوف الراجل بصيت لي كده ليه يا راجل؟ بص تاني شوف قد ايه دفع فيا، ما تبصليش بقى. طب بس شد، اعوذ بالله، بلعق زاعه اهليه. ايه يا نص، اديني معلمه كبي. اهلا، مساء الفل على بورا. انت ما بعتش ليه؟ كام يا حبيبي؟ وصل 480؟ لا يا حبيبي، بطلناه خلاص. بالسلامه. مساء الخير يا معلم سلطان. يا مساء الفل يا بطاطا، يا اهلا وسهلا. مساء الفل يا بنت الغالي. هو الغالي ما عداش عليك؟ لسه معدي يا دوب، طلع ياكل لقمه وهيجي يعمل التمام. طب ونبي لما يجي لك يا معلم ما تسهروش زي كل يوم، انت عارف دايما صحته في النازل والسهر خطر عشانه، وانا ماليش حد في الدنيا غيره دلوقتي. ازاي بس يا بطاطا، واحنا رحنا فين امال؟ عيب تقولي كده، ده احنا اهل. حاضر يا ست مش هاخره. كتر خيرك يا معلم، سلام عليكم. مع الف سلامه يا حبيبتي. السلامه. الو، كم وست؟ لا يا حبيبي هنشرب ميه. امسك يلا. اهلا يا استجاب. يعني معديه لا بتتكلمي ولا بتمسي، ايه الحكايه؟ ابدا مفيش، اصل هروح الحق ابويا قبل ما يروح القهوه. كنت واقفه بتتكلمي مع سلطان في ايه؟ ابدا، كنت بساله اذا كان شاف ابوي معدي من قدامه كده ولا كده. وبعدين انت عارف المصحاب قد ايه. بطل، الراجل ده كل ما بيوقف يتكلم معاك بتبقى عينيه هتاكلك اكل. ما تحطش في دماغك يا استجاب، وبعدين انت عارف الراجل ده زي ابويا وانا زي بنته. بس سلطان لا جاب بنات ولا جاب ولاد، عشان كده هو معذور. مراته ما فرحتوش بحته عيل طول عمره. اسمع يا بطل، انا هكلم عم حنفي في موضوعنا بقى عشان نخلص. حوش حوش، انا حتى حايشك. ايوه بس مش هكلمه على قهوه سلطان. لا اوعى تكلمه في الشيراتون، ده احنا مش قده. يا بنت مش هتبطل النبط اللي انت فيه ده. تسلم لي من كل عين يا استجاب، عن اذنك. المرمر الوردي نفسي املكه بيدي، واهجر جميع البشر واعود له بالبلدي. امي عايزه العبور. من عينيا يا فل. خد يا بنت الفل، انت جاني منزلك دلوقتي. امي عايزه العبور. انا مش منبع عليك ما تخرجيش مهما كان السبب. اقول لها لا؟ ما اسمعش كلامها؟ ايوه طبعا تقولي لها لا، وبعدين لازم تقولي لها خليها تنزل اخوك حماقه بدل ما هو قاعد في البيت. هو مش راجل ولا ايه؟ اصل هو لسه عنده 15 سنه. 15 سنه؟ طب تعالي ورايا يا اخي. والنبي يا اسطى اديني ابوك. من عينيا يا اسطى ذوق. مساك يا بت. شكرا. عارفه لو شفتك تاني في الحاره بالليل هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هطبق في زمارة لقبتك. يا اختي عليك، هامش. يا سبع. سيف. السلام عليكم. اهلا. ايه يا اسطى اللي انت عامله مع البيت ده؟ مش هتخف شويه؟ طبعا يا اسطى، عشان احفظ هيبتي، علشان لما نتجوز مستقبلا تعرف ان انا حامش. يلا يا حامش. خير يا سجابر. عم حنفي، مساء الفل. خير يا سجابر. كان في موضوع كده خصوص، يعني كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيه. خير ان شاء الله. هو الحقيقه موضوع يخصني انا، بس كنت عايز اخد رايك فيه. طب ما تقول يا ابني. لا طبعا ما ينفعش دلوقتي، لازم اكون متفق انا وانت على ميعاد ونقعد ونتكلم براحتنا، يعني براحتك، الوقت اللي يريحك. خلاص يا جابر، يوم الجمعه بعد الصلاه نروح انا وانت على البيت وتتكلم زي ما انت عاوز. ماشي يا عم حنفي. سلام يا جابر. الف سلامه. الف سلامه والقلب ده عيلك. عاوزه تعرفي ايه كمان؟ محمود ما تتضايقش مني، انا طماعه، عايزه اقول لك كل حاجه في الدنيا، حبيبتك واختك وصديقتك. تصور اني ساعات اتمنى انك تنام على حكر زي ابني. مش كده؟ عمرك يا ماما. محمود مش انت اللي طلبتي كده؟ حد يقول لي كل ام صغيره وحلوه بالشكل ده وهو شعره ابيض؟
كل الشعر الابيض ما حيقدر كل ما حيقدر على قد شعر راسي. مين؟ مين اللي خرب؟ يمشي. طيب الجاي. الوقت. السلام عليكم. الوقت هو عدونا يا منى. هو اللي بيفرق بينا. خير يا بطل. يسعد مساك يا بنت. تعالي اما حته فيلم لست الستات. بقولك ايه؟ ايه؟ ابوكي هنا؟ لا في القهوه. ليه؟ طب ما تيجي تقعدي معايا لحسن. ابويا وامي سابوني وراحوا ورا خالتي المستشفى. مستشفى؟ مالها خالتك يا بنت؟ جرالها حاجه؟ معرفش، بس المرسال اللي جه قالوا انهم نقلوها على مستشفى الجلاء. يظهر انها هتعملها وتولد الليله. الف مبروك مقدمه لخالتك يا بنت. وانا جبتتي ملبشه من القعده لوحدي وهو السطوح بيسود. اختي عليكي وعلى دلعك. طب لما تتجوزي يا بنت وجوزك يسيبك لوحدك هتعملي ايه؟ يا خرابي وحدي؟ ده انا تقولوا مكحل واروح اقعد عند امي. يا بنتي ما تبقيش عبيط. امك ده ايه؟ يلا بقى يا اختي بلا نكاعه. نكاعه ايه؟ لا لازم الاول اروح لابويا واستاذنه. افرجي جه وما لقانيش مش هيتوه مش عليا برضه. وماله يا اختي نروح نقول. طيب قفلت يا معالي. ايد ورقك خلاص بقى. حظ ايه ده؟ ست دولار ما خدش منهم ولا دور. فوت علينا بكره بقى يا معلم. اسمع تلعب طاوله. لا لا طاوله ايه؟ انا تعبت خلاص. عم حنفي بطل عاوزاك بره كلمها. بطل اللهم اجعله خير. هتقول تشوف عايزه ايه؟ اهو يابا هروح عند الورا عشان ما مش معايا. ايه خير يا حلو؟ لا خير يا سلطان. تستاذن عاوزة تروح تقعد عند نوال لان امها مش موجودة وخايفة تقعد لوحديها. ايه ده يا البنات؟ خايفة تقعد لوحدها يعني ايه؟ اصل برضه بطل دي الواحد لازم يخاف عليها. تعيش يا سيدي المعلمين تعيش. يلا يلا افتح العب. بس اغلبك بقى المرة دي. ولا زلط. اه يا معلم. تعال بطل نوال مشوا كده. عايزك تشوفه راحوا فين وتيجي تقول لي. ماشي. حمامه مش حد كده ولا كده في السكه. لا لا يا اسطى ما كلمتش حد. بطه مش اللي انت قصدك عليه. حد قال لك حاجه؟ انت هتتلمض ليه؟ خش شوف شغلك يا برم. خش دبش. قلت اغلبك يعني اغلبك. وبعدين بقى؟ طب خد. لا يا اختي انا لا يمكن ادخل باقل من 3 اوض. طب نفرض انه ما معهوش قرش مني على قرش منه نجيب كل اللي نفسنا فيه. يا بنت الجواز شركه. على موسي جابر. طيب ابن حلال. يا بختك بيه يا بنت. لا يا بنت خف شويه. وبعدين بقول لك ايه، انت هتبصبص للراجل كده غيابي. فاشر. هو انا بايره يا بنت ولا ايه؟ ده الواد سكر رجليه دابت وراي. بس انا وافق. رجليه دابت ورايا؟ طب ما وافقتيش ليه يا اختي؟ انت يا بنت مالو سوكا؟ واد طيب قوي وابن حلال. ما خبيش عليكي الولية الهايطة الخطبة وعدتني انها تجيب لي عريس من بتوع بلاد بره. احو اسافر واتفرج على الدنيا. اوعي يا مجنونة. اوعي يا بنت نوال تعملي كده. انت ما تعرفيش ايه اللي جرى لماجدة بنت الفطاطري؟ لا حصل لها ايه؟ الهايصة جابت لها عريس من اياهم اتجوزها وسافرت معاه وهوب 3-4 اشهر رجعت بطنها قدام وشايلة ورقة طلاقها. يا لحوي. ليه؟ الراجل طلع متجوز ومخلف 5 واخد ماجدة عشان تشتغل عندهم خدامة. يا عيني يا ماجدة. وعملت المسكين اهي متلطمة في المحاكم. حليني بقى عقبال ما تطول حقها وتثبت نسب اللي بطنها. ده كلام برضه يا حنف. الله عيب يا راجل تقول كده. ده احنا اخوات وحبايب ولازم نكون ستر وغطى على بعض. الحقيقة يا سلطان انا مكسوف مش عارف اود وشي منك فين. الله
يرضيك اشوف عفش اخويا بتباع في المسال واقف اتفرج عليه؟ معقوله؟ معلش ربنا يقدرني واسدد لك كل اللي عليا. على الاقل مالك اخويا، شهر اتنين سنه سنتين انا خدام وتحت الامر يا ابو بطه. يما القمر على الباب نور اناديك. يما سجاب اللي موقفك هنا؟ قلت استناك اطمن عليك وانت نازله من عند نوال، ولا مش من حقي؟ طب اديك اطمنت. يلا امشي بقى لحسن حد يشوفنا كده ولا كده. حد مين اللي يشوفنا؟ حد لو عندنا حاجه؟ اذا كان على ابوك انا شفته دلوقتي وهو خارج من القهوه. قلت اطمن عليك احسن حد يترازل عليك كده ولا كده؟ حد يترازل؟ مين ده اللي يقدر يترازل؟ اللي بيترازلوا كتير يا بطوط. تسلم لي، تسلم لي يا سجافر. يلا بقى. بطل. ايه تاني؟ صباح على خير. وانت من اهله يا رزق. بس انت مش هتبطلي بقى تنامي بدري زي الفراخ، ما تقعدي معايا شويه. الساعه داخله على نص الليل، اقعد معاك اعمل ايه؟ نتلاطف، نتسامر، ندردش. والنبي انت فايق، اسكت لحتى الروماتيزم شدد عليا. روماتيزم؟ علم تصدي النفس. نام يا اخي نام.
حمد. قفل القهوة وهات إزازة وحصلني على الدقي. من أنا يا معلم؟ بسرعة. هوا. أيوة جاي. ازيك يا نرجس؟ كويس الحمد لله. خير كفى الله الشر. مال قرفان؟ قرفان الليله دي ومش طايق نفسي. ممكن تخرجيني من الهم اللي انا فيه؟ قوي قوي. تليفون صغير. نفذي. عيني. شرف كبير ليا يا ابني، وانا حلاقي البنت عريس احسن منك. ربنا يخليك يا محمد. بس يعني مش تشوف ان احنا ناخد راي بطه برضه؟ وماله؟ خد رايها على مهلك وابقى رد عليا. مهل ايه ومهلك ايه؟ ناخد رايها دلوقتي. ماشي. يا بطه! بطه! يا بطه! يا بطه! خير يابا؟ تعالى حبيبي. استاذ جابر طالب ايدك مني. ايد انا يابا؟ امال ايد انا؟ قلت ايه؟ الراي رايك يابا. انت اللي خلفت وانت اللي ربيت وانت اللي كبرت وانت اللي تختار عريس بنتك وتوافق عليه. وانا اخترت ووافقت. قلت ايه بقى؟ يابا يابا. الف مبروك يا استاذ، الف مبروك. ان شاء الله نعمل حسابنا الخميس الجاي نقدم الشبكه. قول يا رب. الف مبروك يا حبيبي. كله على الله. تعمل ايه؟ طنبر الرصاص عدل يا هو ده ولع. طنبر الرصاص كده اللي حامي خر ميه. اشتغل بذمه شويه بقى. اهو
اهو. ماشي يا اسطى. مرحبا سلطان. اهلا يا حلف. خير؟ اتاخرت ليه؟ ابدا اخويا، كنت بعمل اخر محاوله. خير؟ محاوله ايه؟ انت عارف غلبت دكاتره في الجماعه بتوعنا ما بيخلفوش، ما فيش فايده. لا يبقى شرع يديك الحق تتجوز تاني. ممكن، بس انا مش عايز اطلع اي الاصل مع الست اللي استحملتنا 10 سنين. وبيني وبينك، من يوم ما اتجوزتها وهي وش السعد عليا، الرزق نازل عليا بالهبل. اصيل اصيل يا معلم. ده انا كنت جاي افرحك بخبر حلو قوي. خير اخويا؟ الواد جابر جه خطب بطه. تقول ايه؟ وافقت؟ موافقش ليه؟ الواد كويس ومعلم وكسيب وما تعيبش ابدا. بس برضو يعني كان ممكن نلاقي لها عريس اجدع من كده. اما الخيره فيما اختاره الله. وبعدين عايز اقول لك حاجه، الواد والبنت رايدين بعض كده. ماشي يا حنف، ماشي. ما تدوس على المضربات عادل يا هلا. دوس عشان السن ما فوتش. انا صمو تعملها يا معلم. ايوه يا معلم. واجه يا معلم. قوم كلمني اصلا. ايه؟ قوم كلمني. عايز ايه؟ ما اسميش اسم المعلم صنقر على السنه ورمح. نعمين يا معلم صنقر على السنه ورمح. اهو كده الكلام. نعم. عليك 2 جنيه حبيبي، مشاريب ما دفعتهمش. وانا من امتى باخد منك شوكه؟ الطلب اللي بطلبه بدفعه مقدما. لا يا اخويا ما دفعتهمش، وهتدفعهم دلوقتي حالا. ايه يا ابني؟ انت جاي تقول شكل البيع؟ لا ولا شكل البيع ولا حاجه، بس هتدفعهم يعني هتدفعهم. لا اله الا الله يا ابني، اقصر الشر وابعد عن سكتة السعادة. يا سلام، وما قصرتوش يا حبيبي. هقوم لك وامر لله. يا ابني ابعد عن طريقي، انا الدم بيجري في عروقي، وبعدين انا بلعب تايكوندو اجيب عجلك. لا اله الا الله. ولا ذوق ولا دماغ. شوه وشك يا بتعارك هناك ده ولا ده صنقه متخانق مع الاستاذ جابر؟ اه متشكرين يا اخويا. مشاريب مش عايز يدفعهم. بس اخلص. عاوز يدفعهم. جوز جنيهات ايه وكلام فارغ ايه؟ جوز جابر كله فلوس. على العموم جوز جنيهات دول عندي انا. انا معلياش حاجه يا معلم، وملهاش لازمه الحركات دي. انا لو عليا قرش هدفعه 10 حركات. ربنا يسامحك. على العموم انا عملت اللي عليا، جيت على الراجل بتاعي. فوت ياد قدامي ياد. فوت. يلا اخوانا هونا بقى. اخ يا ناري، اخ يا ناري، لو كنت سبتني عليها يا معلم انا كنت عملته بسطرمه. شيخ اتنيل هو اللي عمل الكفته. على العموم معلش، بخت من يبات مغلوب ولا يباتش غالب. في ايه يعني ما ينصب عليك في 2 جنيه يعني؟ والراجل معذور، لازم يحوش المار والشبكه واللازم منه.
طول عمرك قلبك طيب يا معلم سلطان، طول عمرك الناس تاكلنا عين عينك، وانت بقلبك الطيب بتسامح. قادر ربنا يرزقك يا كريم يا رب يا رب. طب يلا اخويا يلا شوف شغلك يلا فوت. قولي لي يا بنت يا صباح، ها هو صاحب استجابر هيتجوز؟ بيقولوا يا حبيبتي طلبت بطه بنت المعلم حنفي وقرفت حته. ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي يا حبيبتي؟ قلقانه يابا. من ايه؟ مش عارفه، حاسه ان الدنيا مخبيه لنا حاجه. مخبيه لك الهنا والسعاده كلها، ده بس من الفرحه اللي ماليه قلبك. الله يرحمك يابا، كان نفسي كمون عينك تشوفيني وانا رايحه بيت العدل. الف رحمه ونور تنزل عليها. يلا يلا حبيبتي عشان تنام وتصحي بدري على شغلك. شغل ايه بقى يابا؟ ما خلاص انا هروح بكره اقدم استقالتي عشان يلحقوا يصرفوني التامين بتاعي. ها؟ طب يعني برضو بتنام عشان ترتاحي والصباح رباح. حاضر يابا، تصبح على خير. انت من اهل اعمل ايه يا بنات؟ العريس مش عاوزنا اشتغل، طب اعمل له ايه؟ يعني خلاص هيحرمنا من اشطر كوماندا عندنا. معلش يا سيده فندي، البركه فيكم انتوا بقى يا بنات. يا اختي قبلنا ما نسيبها لك مخدره يا سيده فندي. الكتم يا ست ناس. بقول لكم ايه، اوعى تنسوا الخميس الجاي فرحي. ها اوعى تنسى، وانت كمان يا سيده فندي اوعى تنسى. انا حادي يا ست بطه، متشكرين قوي، وهجيب لك معايا شيك بجميع مستحقاتك في التامين، ولا مؤاخذه يعني هجيب معايا المدام. ربنا يخليها لك يا اخويا. اوعي تنسي يا شريفه، وانت يا نوال اوعي كلكم تنسوا، انا كلكم معزومين عندي. مع السلامه يا بطه. مع السلامه يا حبيبتي. ربنا يتمم لك بخير يا بطه. عقبال نلتك يا نوال يا حبيبتي. أمي بتقولي يوم ما تتجوزي لازم تخلفي على قد ما تقدري، كترة الخلفة تربط الراجل، تخليه لا يعرف يبص يمين ولا شمال، يوم يكلبش في مراته بإيديه وسنانه. يا بنت إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ كانت خيبة، ده الكلام ده أيام ستي وستك بتوع زمان، لكن دلوقتي الحال اتغير. لما تجيبي بقى خمسة ولا ستة هتعلميهم وتصرفي عليهم منين يا حبيبتي؟ أبوهم ملزوم بتعليمهم وتربيتهم. وافرضي الراجل على قد حاله، مش اتنين يبقى أحسن من خمسة في الحالة دي؟ يا بنت أنت ما بتشوفيش برنامج ست كريمة؟ والله اللي ما معهوش ما يلزموش. يعني لازم تخلفوا ضربة يا إما ما تتجوزوش؟ بالظبط كده. يا جدع كل شيء اسمه ونصيب. وبعدين لعلمك بقى نوال دي بـ100 راجل، بنت جدعانة الدنيا فيها. وبعدين يا جدع دي صاحبة بطة، خطيبتي. هي لو كانت كده ولا كده كنت خليت بطل صاحبها وتمشي معاها؟ يعني على ضمانتك يا استاذ جابر. يا جدع عيب، اصل انا بصراحه كده كنت عايز اتقدم لها بس خايف. خايف من ايه؟ خايف ان اكون مش قد المقام. يا راجل صلي على النبي في قلبك، امال ده انت راجل وسيد الرجاله يا سوكه،
وبعدين الراجل ما يعيبوش الا جيبه. لا 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 لا، انا اجيب يا عمران، واليوم اللي اقول ما كسبتش فيه اكسب لي 20 30 جنيه. يبقى عداك العيب. المهم هي شعورها ايه من ناحيتك؟ عاوزاني اكلم اهلها النهارده قبل بكره. عظيم. وانت؟ غرقان بشوشتي، بحبها موت موت. طب استنى ايه يا سوكه؟ ما تيلا تشد حيلك. امال ابقى انا الخميس الجاي على بطه وانت الخميس اللي بعديه على نواب. شد حيلك يا جدع، خلي حارتنا تفرح وتبقى افراح في افراح. على البركه. بقولك يا بت فل. نعم. انا مش منبه عليكي، ما تنزليش الشارع لوحدك. اعمل ايه؟ كنت بشتري حته جبنه عشان ابويا يتعشى. طب بقولك يا بت. نعم. انتوا اتعزمتوا على فرح بطه والوسطى جابر؟ بطه جت عزمت امي. وطبعا انت هتيجي مع امك مش كده؟ انت رايح؟ طبعا يا بت، طبعا هروح. مش ده فرح الوسطى بتاعي؟ وبعدين عشان اخدم على المعازيم النهارده اخدمه، بكره هيخدمه. يعني ايه؟ يعني يا بت لما نتجوز احنا الاثنين الوسطى جابر هيجي الفرح بتاعنا، ولا غلط؟ وهيرد لي الجميل. يا حلاوه، يعني انقي الشبكه؟ طبعا يا بت، تنقي الشبكه اللي انت عايزاها، مش انت هتبقى حرامنا مستقبلا. بيتا فل، ايه رايك بقى في الكردان ده؟ يا خبر، ده يجيله بعشرين جنيه. وانت معيتك كام؟ بتقول ألف ما شاء الله عالود والهنا، يا مفرحة الحبايب ومجمعة القرايب، يا مفرحة الحبايب ومجمعة القرايب، عالسعدي والمنى. ودي ليلة ما تتنسيش من أيام عمرنا، ودي ليلة ما تتنسيش من أيام عمرنا، والليلة ما تتنسيش من أيام عمرنا.
وعاوز سلام كبير قوي على طول السلام للنقطه وصاحبها المعلم سلطان. وعندك سلام على طول السلام للنقطه وصاحبها المعلم سلطان. الجدو يعني الناس اللي شرفتنا في الليله. واصحابها الليله واصحابها واصحابها لسه جابر لسه جابر وعروسته وعروسته لسه جابر لسه جابر احلى سباكين احلى سباكين العريس العريس والعروسه والعروسه وعم حنفي وعم حنفي وعم حنفي ابو العروسه ابو العروسه سلام كبير قوي للعريس سلام كبير قوي للعروسه والعريس ورجاله الحته المعلم المعلم سلطان سلطان معلمي معلمك انا انت سلام كبير للمعلم سلطان سلام كبير قوي للمعلم سلطان معلم الحته معلمين الحته كبار كبار وصغار وصغار عم حنفي عم حنفي عم حنفي اخوه ساب الفراشه والفرقه خالص يا حنف ليه بس كده يا معلم الله بطة غالي عندي نقطة مني ليها ايه بس احنا كده تقلنا عليك قوي يا معلم يا راجل قربت سدادة بس انت قمر جاي مستعجل قوي جاي مستعجل بتاع بتاع المعلم المعلم سلطان سلطان اللي هيساعدنا اللي بأحلى هيساعدنا بأحلى راسة اللي هي اللي هي يا رب توبة يا رب توبة وانا وانت ومع نقطة ومع المعلم سلطان ويا رب توبة نتمشى شويه. ما يمشيكي فين بقى يا اختي ان شاء الله؟ يمشيني مطرح ما يمشيني، المهم اتكلم معاه. فهميه ان ابن العروم بعينه منك وعاوز يتقدم لك رسمي. خايفه اقول له كده يفتكر اني برسم عليه. وماله؟ ما يفتكر، خليه بنت يتوغش. قلت يا سوكا النهارده الاثنين اجازتك منجه نفسك شويه. لوحدك يا سوكا؟ اي والله يا استاذ جابر، يعني هيكون مع مين؟ طب ما بتاخدش الجو معاك ليه؟ لا 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 لا، حد يشوفها معايا كده ولا كده يروح يقول لابوها تبقى حكايه. بتخاف عليها يا سكر؟ لا انا بحبها حب. ربنا يوفقكم. على فكره انا كنت عايز اقول لك، عايز اقول لك عايز تقول ايه؟ نسيت.
طب اقول لك انا؟ قول. الحق الجو احسن حد يعكس. يا عكسه يا سباسوكا. نوال ترى ايه بيه؟ انت مركبه في رجلك عجل؟ ما انا بصراحه خايفه حد من الحته يشوفني معاك. ولا يهم، بكره اخطبك ونبقى على عينك يا تاجر. ما هو لما نبقى مخطوبين الكل هيبقى عارف، انما دلوقتي بقى مفيش رباط بيني وبينك، وبصراحة بقى ما كانش يصح تيجي ورايا. ما هو كان لازم نتقابل عشان نخطط للمستقبل ونشوف هنعمل ايه. ما انت عارف يا سيسوكا اللي عايزين يتجوزوا بيعملوا ايه. طبعا عارف. اول حاجة هروح لابوك واقول له يا معلم فولي بالصلاة وعلى النبي، انت عارف ان انا حلاق قد الدنيا، مكسبي اليوم لا يقل عن 30 لحلوح. ما بلاش 30 لحلوح دي، ما يفهمهاش. خليها 30 جنيه. وماله 30 جنيه 30 جنيه اهو كسيب برضه. وانا باسمي وباسم عائلة الاسطى سوكا الاكبر اللي هو جدي، انا طالب ايد كريمتك الانسة نوال. وبعدين هيمد ايده بكل رجولة ويقول لي احنا خدامين. نعم يا الدلعادي. نعم نعم يا روحوك. الحمد لله اللي حلقها الصبح. ايوه يا ابني، بس انت في الحقيقة فاجئتني. وماله، وفي احلى من المفاجآت، خصوصا لما تكون مفاجآت حلوة. وبعدين انت عارف ان انا راجل كسيب، اقل يوم يكون السوق فيه نايم اكسب لي فيه 30 سنتي. نعم يا ابني. 30 ايه؟ 30 سنتي يعني 30 جنيه. وانا حلاقي عريس لنوال احسن منك يا استاذ سوكا، بس المفروض برضو نسالها وناخد رايها. ايه رايك يا نوال في الاستاذ سوكا؟ الاستاذ سوكا، الاستاذ سوكا طيب وحقاني وطبعي حامي وزي الموس. وعلى خيرة الله، الخميس الجاي شبكه وكتب كتاب، ومبروك عليكم سوكا، وناكل البسبوسه. والنبي افتح لي السخمات دي وحياه والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الأجرة. إن الله مع الصابرين إذا صبروا. هي الدنيا هتطير، نستعجل ليه؟ العجلة الندامة. أنت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش سعر. أنت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي، أدي جنيه أهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو، ادي تعريفي وادي تعريفي وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده، انت هتنهب. ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك كان حش وسطك. انت واحد يا حي. انت واحد. انت واحد. طنطة واحد. طنطة واحد. منك لله يابا، طلعتني من الكتاب، كان زماني بعرف افك الخط. طنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ طنطة واحد. ريح واحد. طنطة واحد. قول يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد ده؟ المنصوره اتنين. صوفيا صوفيا الوشفة. طب عندي الشفة. صوفيا صوفيا طب عندي الشفة. اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوك. صوفيا ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص، ما هو يطلع زي ما يطلع. سونيا جميلة جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبين؟ طب يا اخويا ما تزقش، قول لي واحد والدك العلوان ده اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي، ده في المعصرة. واروح ال ال المسهره دي اروحها ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ، انا مش فاضيلك. اول مره تنزل مصر. ايه؟ اول مره تنزل مصر. ايوه انا اول مره انزل مصر.
لاني ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه طيبكم مشكور، ما انجلكش في حاجه وحشه، وتعبت نفسك وجيت لهم مار. نعم انقهرت عليه، هي اللي كانت فضلاني من الدنيا، لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء، كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش، ولا الحكومه حتى تعرف، ولا احنا عايزين نعرف حد، ولا عايزين حد يعرف. خد استقرالي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لزق. قلت بقى ابدا امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى؟ الا مهم، من غيره العماره ما تتبنيش، هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك دي هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصار. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه المسعره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي، هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالك. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين اني سالتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخينا. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي، مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت، الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريف بقى؟ دي الكوبايه تمن 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الماء البيضاء دول ب 10 ساغ؟ اه. خد. ايه؟ ثلاثة تعريف اهم، حلو قوي كده كويس. فكهش وسطك. محدش يدفع أكتر من ثلاثة تعريف. أمر لله. أنهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب إيه؟ باب باب إيه؟ تكلست على طرطوفة لساني دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. هما الوزراء بقى لهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجة ما تتاكلش. تتشرب؟ ولا بتشرب. امال باب ايه؟ باب. ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويلة، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه. هي باب اللوق دي عليك نور. طب يا اخي قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقة دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا الشعبك. يلا يلا. امر لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش. هنداوي انت هنداوي. ايه ايه قوم افتح الباب يا راجل. بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولي الام يا ولي. مين حاجة نفسها سيدي؟ الام قوم يا راجل افتح دهدي. طيب طيب انكتمي. باي مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين مش لحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين. بركه انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى راجل هناك تعالي. اهدي فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يلا في الزقوق. قوم من هنا. انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتي. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين. ازيك كده؟ الحمد لله يا خال. ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال.
يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خد، ما تلكيش في حاجه وحشه. بيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتلي؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العم ده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. جاني بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا ما يصحش قوم تعالى معايا هناك. قوم. ده انت عليك تحكمات. فاطمه. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها. لا ودي وقعت ايه دي؟ احنا ناقصين. ايه؟ ما يصحش. انا واقع من الجوع، واقع من الجوع يا مرات خال. من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السنيه. سنيه؟ ايوه بتاع حبيبه كده. هاتلي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش، استهدى بالله، بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه؟ ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله، ده احنا فينا الصحه تهد جبال. انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيامتك. قوم. معلش يا راس ابعاد، معلش، الواد جديد لسه. مولة الناس يا بوي، ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك؟ مطول على الاخر. لا طول بالك، طول بالك يا ريس، احنا اللي عجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم، قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. اهياني 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 اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني اه اهياني اهياني ياني ياني اهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين ننام. مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. اهو انت مش كفايه جاي تاكل معانا اكلينا وتشاركنا في منامنا، هتبوق لنا كمان. يا ولية يا عيب يا ولية. اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه ايه يا راجل، انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا راغب. ما تشد حيلك امال يا حسن. ايه؟ شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خفي من المسلح ده؟ عشر يا امال، بلوزه بلوزه. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزه. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه؟ اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جلونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا انا، شيل يا انا. هات يا خال. ايوه شيل. هات شيل يا انا. يلا شيل. يا يا نهار ازرق. ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا ول؟ طيب مخصوم لك يومين. هو انا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده؟ طب حش وسطك. بقول لك ايه يا حسن؟ ايه؟ ايوه يا خال. انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشاء يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول.
ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى روح فين في ساعه زي دي؟ ايه روح في اي حته يا اخي، اقعد لك على قهوه. الا قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخه. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع حزم هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مراد خالي. ما قلت ليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. دي العيشة تقرف يا اخي. معلش ما تخليش بالك. ما هو بني ادم على نياته وشرب المقلب. هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو فرحنا بقى خدنا راحتنا. عشان ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالي؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ هات يلا. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ انا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوه. حاضر يا خالي. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معاي عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالي. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم أكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقة تواليت. ورقة تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. ايه اول حي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب في الزوم اتخمد. انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا اتخمد. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله.
قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى، قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام. يخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يعني فرجان. هنا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي، تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده، ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى افندم؟ لا مفيش. شوفوا الكساءه عامله ازاي. الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي.
وكده حلو معانا يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره، وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت، او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجاني. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هتجريها ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع اللي هناك. كوبايه الشاي تقيله يا ولا، احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه، شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا، اخينا. هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يابا. يا ترى ايه اللي أخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط، ايه اللي فك؟ يا حمار يا حمار، انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بتمن يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مالي؟ لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروح في شدين داهيه. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس يا ولا ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجه فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمه العيش هنا صعب، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ اتفضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ومنصر موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات ياسين انت ما صدق. الاجره يا فنديه. لما نوصل بالسلامه يا اخينا. ادفع الاجره يا اخينا قبل ما نوصل، البنزين يغلى. دفعت الاجره مضاعف. قال انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا القوانطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا ما تسوق. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتك. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي بقى في النشا الشروكه بقى، ان شاء الله يطلع لك فار بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. طب ده الميه انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى احسن افرشك بره. حاضر طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يلا. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا.
مش صحيح 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 الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. قوي. انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا انيمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا، لا يا ابويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي سيدي الناس لبعضيها. قوم. تمام. مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشط. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ لا مؤاخذة، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبيه. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سمتك الغبي. فقلت يعني احنا في السجن الواد ده بيدوله شهادة. شهادة؟ شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. أنا مش فاهم. بيعملوا له عاهة أنتك. أنتك؟ أنتكة إيه؟ غزق عين هيأكله الشهد. غزق عين هيأكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا إيه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم. حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم، يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن، اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. طب خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش وقت. سيبوه دلوقتي. خلاص. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج، تقف قدامي كويس.
نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال هناك. تعال لي لف لي لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. هو ده نظام ارحمه، ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ، راسك فوق، ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق، هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيلة، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براو عليك يا استاذ، براو عليك. احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك. قال ايه؟ وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه، يعني شحات بيشحت في شحات. انا عمري ما شفت شحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص، اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر، طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين، انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم جاي بتغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خالص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس، ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك، الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ، الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضاره وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوه، طار ما طارش، الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو، واد ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل؟ ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه، انت شوف شغلك. بلاش لماضه، مفيش اثناء العمل بوس. الهي يا رب ربنا يكرمكم. الهي يا رب ما تجيب حاجه، مش شايفاني عاجز؟ ما تجيب حاجه لله. الهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله، وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا اللي ولاد جنيه،
عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني ده نجاح باهر للشخصيه، ده سكسيه، البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. بوكت ماني ايه دي؟ يعني مصروف جيبه روح امك. احنا ورانا مصاريف جامده قوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس؟ انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز، انت بتتكلف، مصاريفك كتير قوي. ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين، عندك مصاريف مدير اداره الشحاتين، عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك، عندك مصاريف شخصيه وخلافه. نهايه الاول انت هنا عبد المامور، تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا تاخد لك نفس؟ لا اتعشى. عشو؟ بقول لك ايه، على فكره تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانيه ما نحبش ناكل حق حد ابدا. حقانيه؟ خدهم قد كده على قلبك، تبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه؟ ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه؟ دولار. هرر؟ ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف زي، انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مره ولا هتغير النهارده يا بيه؟ ايوه زي كل مره يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفه مقطعه بعضها قوي. الحساب من فضلك. ثلاثة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما قبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم
لك ده ايه وانا اعرفك من ايه؟ الأما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ؟ مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك، امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو قصدي الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله جرايات التهاني، مش في بقشيش برضه؟ انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه هلاك دلوقتي؟ وقلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت، اهديت باين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه؟ عايز احقق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس؟ يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي، انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا انا ساكن في رصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه؟ خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب. بعيدة بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادلين؟ ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمده عشان يستحمى في الشتاء. شويه معننا. ايه؟ شويه. ومعايا واد كمان. تمام. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50 60 جنيه، ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. انت يومياتك النهارده وصلت 13 14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شموهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال تقع يا راجل، على راي المثل. كان في جره وطلع لبره. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات. اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه؟ قلنا صارمه، انا اسمي صارمه. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزمة احسن. ايدي. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. الهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش بالتسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. يا
كلم الحكومه ما تزود. حكومه؟ حكومه ايه انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك وقدام على العربيه بجرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيد؟ لو قلت كلمه تاني زي دي هعمل لك زي غيرك. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امشي قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت فريني؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا خمسة من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ امال كانوا فين النضوجية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا دي النحس. يظني ان ده موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص معلش. خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر يا شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد. قوم امسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. سرمه. ايه سرمه؟ اسمي سرمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والسرمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب. ده بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ حسيبهم لمين يا عباه؟ سرمه. ايه سرمة؟ حسبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ سرمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسي؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. يا حزن الحزن. طيب، 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيلين بقشيش. ها برضه مش هتاكل حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكيه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص، روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب. اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. خش يا تعالوا فرحين، بدكم خيمه بقى كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخلص تعالى، ما تكلمش المعنانه بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبه، محدش ما بيعينك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخد لك انا مين؟ مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا اللي كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم، واحنا متفقين صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه تماما، كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه، تلميذ في شغلنا سافله بنت 60 كلب. علينا اللي علمناك شغله وبقى
عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننه. على الأقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف إنه حرامي. لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله. بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدام اعترفت إنكم حرامية ولا ستين كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما أنت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. إيه؟ هتلهب؟ التلت ده يا غبي تديه لأمك. أمي؟ أنا ما بتكلمش عن نفسي وبس، أنا بتكلم نيابة عن كافة الشحاتين المحترفين زمايلي، وإنني اليوم لابد. أوعى يا ولد. سيبوه. أنا بقى أدي التلت لأمي. ويبقى سلم لي عليه. هاتوا. والسلام أمانة يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك.